السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله، باذن الله. ان شاء الله باذن الله هيكون خير وراحه، ونشوف مع بعض الاخبار والتبشرات. باين على اللون في تبشرات وفي كلام كتير. رجوع، انتوا ظهر لكم رجوع، والرجوع ده هيبقى حلو برضو لحياتكم، او انتوا هيبقى في رجوع وكلام بينكم وبين حد، في شخص انتوا بتحبوه، هو ممكن يكون متجوز او في علاقة تانية او في حاجة معينة تانية، الله اعلم، بس انتوا بتحبوه قوي ومش قادرين تنسوا. في شوية قلق على شخص عزيز على قلبكم، وفي حسد شديد مأثر على حياتك، مأثر على رزقك، وعشان كده عامل لك مشاكل بينك وما بين الشريك، ودايما بتفكر في الانفصال او بتفكروا ازاي تخرجوا نفسكم من اللي انتوا فيه. لو حصنتوا نفسكم كويس جدا هتطلعوا من اي صدمة كبيرة في حياتكم. كان في شخص بتحبوه قوي وكنتوا دايما بتفضلوه عن نفسكم، الحد ده خدتوا فيه اكبر صدمة بسبب انه اتكلم عليكم وانتوا متخيلتوش ابدا في يوم من الايام ان هو يكون كده. بعض طاقاتك فيها فرق، وبعض طاقاتك فيها وسواس وقهر، وده اللي مأثر عليك ومخلي دايما عندك افكار سلبية. استغفر علشان تطلع منه، وفك السحر اللي عليك، السحر اللي انت مخليك بتعاني من تعطيل وتفريق بينك وما بين اشخاص عزاز على قلبك، بإذن الله قريب جدا هيتفك او هيفسد، فما تقلقش خالص. قولولي بقى، حبة الزعل والضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيها حاليا ايه سببها؟ ما تقلقش ابدا، ربنا هيرضيك وهيفرح قلبك بسبب الحاجة الحلوة اللي هتحصل لك قريب جدا. انتوا ساعدتوا اشخاص كتيرة جدا، فحان وقت ان ربنا يخرجكم من حالة الركود اللي انتوا فيها، اذا كانت نقلة او اذا كان شهرة او اذا كان حلم، الله اعلم انتوا بتسعوا على ايه. ما تقلقوش خالص، كل حاجة ليها مخرج. اليومين دول هتلاقي نجمك بيلمع، هتلاقي فلوس جايالك، هتلاقي شخص دخل في حياتك بيساعدك، فحاول ان انت ما تحكيش عن خصوصياتك ابدا، وتكتم وتداري، لان الحسد ظاهر لك ولازم تحصن نفسك. فالفرحة اللي انت بقالك مدة مستنيها وعمال تسعى عليها قريب جدا هتكمل، وقريب جدا هتطلع من حالة العزلة اللي انت بتمر بيها، والحالة القلق والكركبة او حالة التوتر والضغط النفسي اللي انت اللي شغالين عليك فيه، او طاقات الكلام اللي مضايقاك ومخلياك مخنوق، كلها فترة. وتأكد تماما ان باذن الله بفضل ربنا هتطلع من طاقة الهم وطاقة الظلم اللي انتوا بتمروا بيها. بصوا هنا، حالة من الورود، حالة من اليأس هتطلعوا منها بسبب الباب اللي هيتفتح عندك، وبسبب ان انت هتدخل نفسك باذن الله في طاقة حلوة. بسم الله، هنا عندك ابتسامة حلوة هتخرجك من هم شايله على كتفك، فما تقلقش، ابتسامتك دايما بتسحر كل الاشخاص اللي حواليك، وعشان كده هتفرح قوي بسبب ان انت هتاخد حقك بنفسك، هتاخد حقك. مفاجأة هتجيلك من شخص في عملك، او شخص هيبقى بينك وما بينه شغل، او بينك وما بينه كلام، بسبب المفاجأة دي هتحس بالسعادة، وهتحس ان كده في انجذاب، في شراكة، في حاجة معينة حلوة، فما تقلقش خالص. ربك انت تريد وكل حواليك يريده، بس ربك بيفعل ما يريد واللي شايفه ليك صح. وعلامة الاستفهام اللي انت بتمر بيها دي بسبب ان انت مش عارف تخرج من الخنقة والضيقة اللي مبوظالك حياتك. مين الشخص المتكبر عندك؟ الشخص اللي تحس كده ان هو في ايه انت مش فاهمه، ومخيفاتك اللي انت حاليا بتمر بيها، هدي اعصابك وما تخليش حد يزن عليك،
انت معروف بصراحتك ومعروف بطاقاتك، من الاشخاص الناضجة، من الاشخاص اللي متألقة، من الاشخاص اللي واثقة في خطواتها جدا ومفوضة امرها لله، وبتقول انا ليا يا رب دايما بإذن الله هيكمل لي فرحتي وهيسعدني من حيث لا تحتسب. دايما بتدرسوا أموركم، بتدرسوا طاقتكم، دايما وشكم بشوش، دايما مزاجكم عالي، بس متقلبين المزاج في ثانية، في ثانية ممكن مزاجكم يتقلب من حاجة لحاجة تانية خالص. فبلاش تقلب المزاج، خلوا أعصابكم تكون هادية، بلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش التوتر، بلاش ان انتوا تحسوا بالضغط النفسي، وبلاش كل حاجة تدققوا عليها، عشان كل ما هتدققوا على الحاجة اللي في حياتكم هتزعلوا. ودايما هنا في التزام في تفاصيل حياتك بشكل كبير. الصراحة بتاعتكم ساعات بتزعل ناس منكم وبتدخلكم في طاقات سلبية، الصراحة بتزعل ناس كتيرة قوي، مش حبالكم الخير ولا حابة المكان اللي انتوا فيها. فما تسمعوش كلام حد ولا تستنوا حاجة من حد، لأ اهدوا خالص وخلي عندكم يقين ان ربنا هيسعدكم من حيث لا تحتسب. في شغل جديد انتوا ناويين عليه، او في حاجة معينة انتوا ناويين عليها الفترة دي بتشتغلوا عليها، ناويين تسعوا، ناويين تكملوا الهدف. من اجمل ما فيكم ان عزيمتكم عاليه، وان دايما بتقفوا على بر الامان، ومن ورا بر الامان اللي انتوا بتقفوا عليه ده بتبقى بتوصلوا للاشخاص اللي انتوا عايزين توصلوا لهم. فما تقلقوش، الحظ واقف جنبكم، وعشان كده عجله الحظ هتدور ليكم ولصالحكم، وهتلاقوا فرصه جديده. الفرصه دي هتكملوا من وراها امور، وهتتمموا موضوع على خير، وهيبقى في تواصل بينك وما بين شخص اشتياق، او شخص بينك وما بينه لهفة بتفكر فيه. ممكن يكون في اختلاف سن، اختلاف بلد، اختلاف تقاليد عادات، الله اعلم، بس دايما في تفكير بينكم، وبتتمنوا ان انتوا تبقوا مع بعض. وفي برضه اشخاص بيحقدوا عليكم موجودين، بيحقدوا عليكم، بيتكلموا عليكم، بيحاولوا يؤذوكم، وانتوا ما بقيتوش تثقوا في حد تاني زي الاول، بقى عندكم امور مختلفة. بس انتوا هنا منعزلين وقافلين على نفسكم ومش عايزين اي حاجة جديدة، والروتين مسيطر عليكم ومخليكم زي ما قلت لكم دخلكم في عزلة واكتئاب وصمت. لا، عدوا الحروب اللي انتوا فيها واطلعوا من طاقة الصمت اللي انتوا بتمروا بيها، وخلي بالكم الاستقرار والهدوء الفترة اللي جاية هياخد جزء كبير من حياتك، وهياخد كده طاقة منك فيها فراغ. مشاكلك هنا بسبب القهر والظلم اللي في قلبك، من جميع النواحي حاسس انه مفيش حاجة بتكمل. لا ابدا، انت بس اهدى، المال اللي انت محتاجه هيوصل لك خلال فترة معينة، ونشوف مع بعض باقي قراءتك، وان شاء الله بإذن الله تكون خير وفيها تبشرات جميلة لحياتك. حاجة، لم شمل، لم شمل مع اشخاص مقربين لحياتك. الفترة دي انت بتثبت وجودك، بتسند نفسك بنفسك، مفيش حد بيسندك، انت بتسند نفسك بنفسك، وعشان كده عندك لم شمل مع احبة، لم شمل مع أطفال غايبة عنك، أطفال بعاد عنك هيترموا في حضنكم من جديد، هيبقى في تعامل أحسن من الأول بإذن الله، متقلقوش خالص. فانتوا عندكم لم شمل وهتلموا أطفال بينكم. في هنا حزن، طاقة حزن، يعني طاقة حزن مخلياك داخل في مرض، مخلياك داخل في عزلة، حالة اكتئاب، حالة حزن، حالة ارهاق، نفسيتك تعبانة، قلق، حيرة، توتر على طول، ومش عارف ايه السبب. لا انا مش عايزك كده، عايزك تطلع، ومش عايزك وشك الدبلان ده والزعل، ليه شايل هم الدنيا كلها فوق كتفك؟
اتأكد ان ربنا هو اللي بيرتب كل الامور اللي انت بتمر بيها، انت طاقتك فيها ازدهار، فبلاش تطفيها بالكلام واللي انت بتسمعه وبالافعال الاخرين. كام يوم عندك هيجولك هيفرحوك وهيحسنوا من حالتك النفسية. عايزك تخلي بالك وتحصن نفسك من الحسد اللي انت فيه، الحسد الشديد اللي انت بتعاني منه، وشوية التعب وشوية الامور اللي مضايقاك فترة وهتعدي، ما تقلقش خالص. يعني لو انتوا تعبانين نفسيا صحيا عاطفيا، الله اعلم انتوا التعب اللي عندكم ايه، بس فترة وهتعدي. بسبب حد دخلت في دوامة، بسبب حد عندك طاقة تفكير، والحد ده عايش ومبسوط وانت اللي حاليا حيران. ليه ماشي في طريقك وحاسس ان الطريق ده ضلمه؟ حاسس ان الطريق ده انت فيه لوحدك. فارجع اقول لك تاني، لو عندك طفل مخنوق او تعبان او زهقان او زي مشكلة عنده او بعيد عنك، هيكون فيه لم شمل وهتطبطب عليه، او هو يعني انتوا الاتنين هيبقى فيه بينكم كلام باذن الله. في هنا ان انت هتاخد موقف في عملك، في علاقة، في حاجة معينة، هتاخد موقف، والموقف ده هيكون حسيم، هيخليك خلاص تلفت، يعني تلفت انتباه الاخرين بشكل مختلف في حياتك. قلبك حساس ودايما روحانياتك عالية، وعشان كده هينكشف لك امر قدامك من ناس بتمثل عليك الحب والبراءة، بتمثل عليك الكلام الحلو. دايما بيكون عندك عزيمة قوية، بتعرف تاخد القرار، بتعرف تجيب ازاي القرش من تحت الارض، بتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة، والحاجة اللي بتفكر فيها بتعملها، وعشان كده هيكون عندك موضوع حاتم. الله اعلم انت ناوي على ايه حاليا، بس اليومين دول عندك اتفاق او عندك موضوع حيتم حرفيا، والستر هيكون من عند ربنا، لان ربنا هيرضيك برزقك اللي مكتوب لك الفترة اللي جاية. بس خلي لي بالك من صحتك. مين الاشخاص اللي بينك وما بينهم زعل، او بينكم وما بينه بينكم وما بين بعض كلام او تعب، او هو كان السبب في التعب اللي انت فيه؟ لو في زعل بينكم وما بين حد، هيبقى في كلام قريب جدا او صلح، علاقة حب قوية، خطوبة، زواج، الله اعلم. بس بالنسبة انتوا عندكم علاقة حب جديدة، زواج جديد، امور جديدة تخص العاطفة، حياة جديدة تخص العاطفة باذن الله، بفضل ربنا هيكون في علاقات حلوة او في صحية. اطلعوا لي بس من طاقة التعب اللي انتوا مسيطرة عليكم، ان انتوا جسمكم وجعكم وان انتوا تعبانين. مشكلتكم ان انتوا دايما واخدين كل حاجة على اعصابكم، وعلشان كده انتوا عصبيين جدا، اي حاجة تحصل بتاخدوها على اعصابكم، وده غلط جدا ليكم. بلاش ان انتوا تاخدوا كل حاجة على اعصابكم، لا، هدوا نفسكم واطلعوا من اي طاقة فيها مشكلة، فيها كلام، فيها مواضيع، فيها حيرة، فيها انقلاب عكس اللي في بالكم او من المواضيع اللي شاغلة بالكم حاليا. لا، خلوا اعصابكم دايما هادية، وخلي دايما عندكم يقين بالله ان هينصركم وهيعوضكم عن كل اللي انتوا شايفينه في حياتكم الفترة دي. ولو عندكم زعل بينك وما بين ابراج هو ايه، الفترة اللي جاية ممكن يكون عندكم صلح او عندكم كلام حلو يخص حياتكم انتوا. من ورا الكلام ده هتدخلوا في طاقة ايجابية، فما تزعلوش ابدا، لا، خلي دايما اعصابكم هادية. بسم الله. كمان هنا ان شاء الله باذن الله الدين اللي عليكم هيتسد بفضل ربنا، في ديون عليكم او في كلام بتسمعوها، كلام بتسمعوه من حد يخص فلوس، الله اعلم، او انتوا طالبين من حد فلوس ولسه لحد الان مردش عليكم، مش عارفين. بسم الله. في هنا حد نصب عليكم، الحد اللي نصب عليكم ده كان قريب منكم، كان بينكم وبينه صلة، احتلكم، خد من حياتكم كتير، خد منكم فلوس، الله اعلم، وعشان كده لسه لحد الان شايلين الهم وعاملين حساب صلة الرحم اللي بينكم وما بين الحد ده. في كمان هنا يعني بينكم وبين الجيران كلام، او بينكم وبين حد كلام، وفي قسم اليمين عندك، في حد هيحلف باليمين او في حد هيتكلم في حاجة، الله اعلم،
ما تقلقوش خالص، هدوا اعصابكم. مين الشخص اللي كان عزيز على قلبكم سابكم فجأة وغدر بيكم وخرج عن اللي هو فيه، يعني سابكم خالص، بعد عنكم وانتوا بعدتوا عنه، وده كان سبب أذى في حياتكم، وسألتوا نفسكم أسئلة كتيرة، قلتوا احنا عملنا لكم ايه علشان خاطر انتوا تعملوا فينا كده. في حد هنا متوفي عندك، الحد ده عزيز على قلبك او انت بتحبوه قوي، بينكم ما بينه حب كبير، توفى فجأة وسبب توفيته ده انتوا زعلتوا قوي ولحد الآن زعلانين عليه. في هنا حد مظلوم في حياتكم، بس الحد ده يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس هو مظلوم قوي في حياتكم، او شايل هم كبير، شايل مسؤوليه كبيره، والحد ده مظلوم ومستني اي بشره تطلعه من اللي هو فيه. عارفين ايه مشكلتكم؟ في طرف تالت، او في علاقه تالته، او في حاجه تخص حاجه تالته عندكم في حياتكم، او انتوا تعبانين من العلاقه التانيه، او تعبانين من الطرف التالت، الله اعلم. اهدوا، هدوا اعصابكم وارموا همومكم دايما على ربنا. في طاقة رجوع، او انتوا في طاقة انتظار رجوع حد، ممكن يكون الحد ده من الابراج النارية او الحد ده من الابراج الترابية، بينكم وبينه علاقة هترجع، او بينكم وبينه شراكة هترجع، الله اعلم ايه اللي هيرجع بينكم وبين بعض. هنا خد بالك من صحتك كويس جدا، علشان مهما يحاولوا يستغلوك انت دايما عندك يقين بالله ان ربنا هينصرك، وزي ما قلت لك من البداية ان انت هيكون عندك امور حلوة. في احلام كتيرة عايزين تفسروها، في كذا حلم عندك اليومين دول انت شغال عليه، عايز تفسره باي طريقة، او انت بتحلمه اليومين دول احلام كتيرة جدا. في خوف هنا، والخوف ده عامل قلق ليكم، وبسبب الجبل اللي شايلينه فوق كتفكم تعبانين، والتعب ده مخليكم مخنوقين، حاسين انه حاسين بالملل، وحاسين انه مفيش جديد في حياتكم. لا لا لا، اهدوا كده وصلوا على النبي، علشان حياتكم العاطفية اللي انتوا قلقانين عليها، وصحتكم اللي في النازل فترة، كل حاجة فترة معينة، اتأكدوا تماما ان ولا الفرح بيدوم ولا الحزن بيدوم، كل حاجة ليها وقت معين. هنا مستني تفرح، والست الخبيثة اللي دايما ظلماك ربك هياخد لك حقك الفترة اللي جاية، وجوازتك هتكمل، او جوازتكم او مشوار خطوبتكم او ارتباطكم بإذن الله هيكمل. انت هنا كمان مستنيين تتخلصوا من الهم اللي شايلينه، ومستنين تتخلصوا من الماضي اللي كان كله ظلم. دموعكم على خدكم، عندك دموعك على خدك، زعلان على نفسك، قلبك مكسور، مطعون، مغدور. في ناس قدروا يهزموك ويكسروا بنفسك، بس انت عندك ازدهار، وهتلبس تاج الملوك. ليه؟ علشان عندك وصول لحلم، وصول لهدف، الله اعلم، بس انت عندك وصول لحاجة معينة انت بتفعلها اليومين دول. مهما تتغدر وتتظلم، تأكد ان ليك رب كريم هيحسن من الامور اللي انتوا فيها. بس في موضوع ماشي ببطء عندك، في موضوع مضايقك، موضوع محيرك. لو عندك يعني عندك حد من الابراج الهوائية او من النارية، عايزك تحسم العلاقة بينك وما بينه، وما تسمعش ست بتوصلك كلام وتوصل لغيرك كلام، وما تسمعوش كلام ستات، عشان دايما الستات بتحب تخرب البيوت، تأكدوا من كده. فخلوا بالكم من نفسكم وكونوا حريصين، انت تعبان بس من الصدمة القوية اللي انت واخدها في حياتك، مهما تدي برضو نزلوا من نظرك، فما تقلقش خالص، تقلقش خالص، علشان خاطر انتوا مغدورين، وبكده هيكون عندكم امور هتستجد. حياتك العاطفية بالك مشغول بيها جدا، مفيش استقرار ابدا في حياتك العاطفية. خلال كام يوم هيبقى في اتصال مع شخص بينكم بينه زعل، هتتكلموا مع بعض، وهتدوا فترة فيها صلح البعض،
عشان كده دايما اقول لكم ما تدوش ودنكم لحد، ما تسمعوش لحد، وداري على شمعتكم تكمل، داروا على شمعتكم عشان توصلوا للحاجة اللي انتم عايزينها. فدايما امشوا بمقالة انه انتم عايزين اي حاجة تتم اسكتوا بس. في هنا كمان بإذن الله قرار مهم هتاخده، القرار ده يخص حياتك العاطفية. انت هنا في اختبار او في حاجة مهمة علشان خاطر تثبت قدراتك، تثبت حياتك. هنا عندك حد من المقربين بيراقبك، والحد ده دايما واقف كده ومرصود لك، بس ما تقلقش، عندك ترقية، عندك نقلة كبيرة بإذن الله. اكتشفت حد خاين، حد ظالم، حد غدار، حد بعد ما انت كنت معاه في علاقة معمي وبتديه، تواجهتوا مع بعض بالحقيقة وخدت القرار الصح وخرجته من حياتك. المنفصلين هنا عندك بشرة حلوة ومناسبة حلوة، وورقة مهمة جدا كانت ضايعة منك هتلاقيها، او عامة انتوا في ورقة ضايعة منكم او في حاجة معينة ضايعة منكم هتلاقوها، ومجرد ما هتلاقوها هتاخدوها، وهيبقى عندك طاقة حلوة جدا، والطاقة دي هتبقى يعني هتديك كده حياة حلوة بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. عندك هنا نصرة، نصرة على ناس أذتك. انتوا على قد ما بتحاولوا بس انتوا تعبانين وبتفكروا بحاجات، في حاجات كتيرة جدا، وعشان كده عندك فترة من القلق، فترة من الهموم، بس ما تقلقوش، قريب جدا في رزق، والرزق ده هيكون تمن الصبر اللي انتوا حاليا صابرينه، اللي حاليا انتوا مهمومين بيه او شغالين عليه، فما تقلقوش خالص، اتأكدوا تماما ان ربنا هينصركم. بصوا هنا، هنا في موضوع حلو هيفرحكم قريب جدا، الموضوع ده هتكونوا فيها هيكون فيه ازدهار، وزي ما قلت لكم هتلبسوا تاج الملوك، والزعل اللي بينك وما بين حد هيبقى فيه صلح، وهتكونوا ملوك على كرسي العرش. ليه؟ عشان عندكم دايما انطلاقة وازدهار في الوان كتيرة جدا انتوا بتحبوها، بتحبوا الالوان الهادية، عشان كده بسبب الطاقة القريبة هيكون عندك مناسبة حلوة. بس في موضوع عمالين تخططوا له، عمالين تسعوا عشان تكملوه، عمالين دماغكم شغالة 24 ساعة. خلوا بالكم الفترة دي من اكتر فترات نقلة جديدة او توقيع في شغل جديد او طاقة جديدة، الله اعلم، بس هتطلعوا من الطاقة اللي انتوا فيها، هتطلعوا من الهموم اللي انتوا فيها بإذن الله. وخلوا بالكم انتوا عندكم دخول محكمة في خير ليكم، فما تقلقوش خالص. في موضوع بينك وما بين اهل، او بينك وما بين اسرة، مشاكل بينك وما بين حد، المشاكل دي بسبب ماديات، بسبب ورث، قضية في محكمة هتكمل ليك على خير. مهما انتوا اقوياء، ومهما انتوا ناس كده عندكم عزيمة وقوة، بس دايما قلبكم حزين وقلبكم عامل زي الطفل، لو لقيتوا حد يطبطب عليكم هتترموا في حضنه، هتحكيوا له على كل اللي تعبكم او كل اللي ظلمكم. هنا عندك قلق في البيت، قلق يخص اولاد، يخص اهل، يخص شريك، الله اعلم. فياريت تخلي بالك من نفسك على قد ما تقدر الفترة اللي جاية، وتكون حريص على كل أفعالك، وحريص على كل كلمة طالعة من لسانك، حتى يعني عايزك تكون حريص، كل المطلوب منك الحرص على نفسك قوي. هيكون في كمان بعض التغيرات عندك في عملك، في حياتك بالكامل، الله أعلم، بس انت الفترة اللي جاية دي هيكون عندك حبة تغيرات حلوة. هيكون كمان عندك انتصارة على بعض الأشخاص اللي موجودين في حياتك ومتعمدين دايما يأذوك، أو متعمدين دايما يتكلموا عليك. انت من أكتر الشخصيات اللي هي بتحب تعيش الحياة ببساطة، من أكتر الشخصيات اللي بتحب تشوف الحاجة ببساطة جدا، بتحب الحياة، بتحب التجديد، ما بتحبش الروتين أبدا،
الروتين بتاعك ده بيعمل لك مشاكل نفسيا وجسديا، بيخليك تعاني من حبة عراقيل موجودة في حياتك. بس ايامك اللي جاية هتكون ماشي في كذا طريق، والطريق اللي انت هتكون ماشي فيه ده هيكون حلو قوي. وتأكد دايما ان انت دايما هتحصد خير بس في حياتك الفترة اللي جاية، علشان طال انتظارك من اشياء كتيرة جدا بعيد عنك، من حاجات كتيرة جدا صعبة عليك، الله اعلم، بس طال انتظارك. فالفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هيكون في تقدم، هيكون في كلام حلو هيتقال، هيكون برضو في اخبار تخص راحتك ان شاء الله. الفترة اللي جاية هتلاقي التقدم اللي انت محتاجه، وهتلاقي الدعم كمان اللي انت نفسك تسمع عنه، حاجات تخص شغلك، تخص مادياتك، تخص مواضيعك انت. فان شاء الله بإذن الله خير قادم. تحياتي ليك، واتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. وما تنساش تقول لي اي حاجة عايزها مني في الكومنتات.